الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالاستقرار في الأسواق المحلية، وسجلت أسعار بيع الدولار 148,250 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 147,750 دينارا لكل 100 دولار. وقرر البنك المركزي في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن ب 1470 دينارا لكل دولار. حذر النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي من تداعيات الأخطاء التعاقدية التي ارتكبتها الإدارات السابقة للموانئ مع شركات التشغيل المشترك، وذكر الحمامي أن شركة نسيم العراق المتعاقدة مع الموانئ منذ عام 2016 لتشغيل الأرصفة 5 و 6 و 7 في ميناء خور الزبير، لكن الموانئ العراقية أقحمت مع شركة نسيم العراق، الأمر الذي دفع شركة نسيم العراق إلى اللجوء للقضاء. قررت حكومة كردستان العراق تخفيض روابط بالبرلمانيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين المتعاقدين، وأوضحت مديرية التعاقد العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق أنها خفضت رواتب أعضاء البرلمان والوزراء وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين المتقاعدين بنسبة 50%. وكان برلمان كردستان العراق قد صادق في عام 2020 على مشروع قانون الإصلاح لرواتب المتعاقدين والمخصصات والامتيازات الأخرى. أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن المنطقة العربية سجلت أعلى مستوى بطالة في العالم، حيث بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 14,300,000 نسمة، وهذا من دون احتساب تداعيات كورونا. وأوضحت اللجنة أن الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي الذي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية جراء التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الأسعار وتراجع الاستقرار المالي والنقدي. قررت شركة تويوتا اليابانية تخفيض إنتاجها العالمي من السيارات بنسبة 40% خلال أيلول المقبل بسبب النقص الذي يشهده العالم في الرقائق الإلكترونية الدقيقة. وكانت تويوتا قد خططت لتصنيع ما يقرب من 900,000 سيارة الشهر المقبل، لكنها خفضت ذلك العدد إلى 540,000 سيارة. وحذرت شركة فوكس فاجن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم من أنها قد تضطر أيضا إلى خفض إنتاجها. وأدت جائحة كورونا إلى زيادة الطلب على الأجهزة التي تستخدم الرقائق مثل الهواتف وأجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب. ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5% بسبب عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة في متغير دلتا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 66.77 سنتا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أيلول بنسبة 0.6% إلى 64.09 سنتات للبرميل. وفرضت الصين قيودا جديدة من خلال سياسة عدم التسامح مطلقا مع فيروس كورونا، ما يؤثر على سلاسل الشحن والإمداد العالمية. وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على سعة الطيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.